البعد العاطفي أحيانا كتير العالم بتقول قلبي لهفله هيك دق قلبي حسيت بشعور غير حسيت بالسعادة حسيت بالحب دغري بنطوا على الحب. طيب لكن هل هدول هن حب؟ لا لأنه هدول بيخلصوا بشهر. صحيح حلو كتير. طيب شهر بيجوا خلص ليش بقى بيخلصوا بشهر؟ ليش بقى بيخلصوا بشهر؟ هن الفكرة أنه هدول هن تغيرات تطرأ على الجسم كيميائيا. فلما الواحد بيكون قاعد مع شخص ببلش بينبسط منه فهم ببلش مرحلة الانجذاب فيفرز الجسم هرمون الدوبامين هذا هرمون السعادة بيحس حاله انه هو مبسوط وسعيد معه. طيب لما بصير عنده هي حالة الخفقان القلب هذا هرمون اسمه نيورو ادرينالين فهذا المسؤول عن هي الحالة فبيحس حاله الواحد واو قلبي وخلص حبيته حبيته ايه فبلشوا بقى بيعيشوا بيطيروا بحلقوا. في عندنا كمان هرمون السيروتونين كمان هذا الهرمون لما بصير فيه تغيرات بالجسم فبصير مثل تخدير للعقل او للقرارات العقليه. فاذا الواحد اخذ قرار وهو بهي الحاله فهون كارثه اذا ما كان هذا الشخص المناسب بالنسبه له. كمان في هرمون كمان هذا الأكسيدوسين هرمون الإدمان يعني فبصير الشخص مدمن على الشخص الآخر عملية إدمان رسمي. هون عم نحكي بغضون التعارف يعني أسبوع ل 15 يوم هلأ هي أحيانا ممكن تمتد فترة أكثر وممكن يعني هي بالبداية اللي بتصير هدول الأشياء لما ببلشوا مثلا بيحكوا مع بعض لما بصير أحيانا مثلا بعد فترة مثلا صار في تلامس فهدول كلهم إفرازات هرمونات لذلك بيكتشفوا أنه بعد الزواج بيروحوا كل هدول فبينصدموا بالرح الحب فهذا مو حب. فالشيء المفروض يلي بيكون أو اللي بيصير بعد الزواج أو لازم تبلش بمرحلة الخطبة هي المودة والرحمة مو هيدا الحب طبعا وجعلنا بينكما مودة ورحمة صحيح صحيح. فالفكرة انه اذا اجينا طيب شو هو الحب؟ احيانا كثير بيسألوا طب شو يعني حب؟ طب يعني هذا كله مو حب؟ يعني طب شو نعمل؟ شو نساوي؟ كيف طب انا بدي اعرف؟ طيب